تشربون من ايد احد مهما يكون هذا الاحد. يا ناس يا عالم والله العظيم اني اسفه قاعد احكي هيك، يعني حتى سبيل المعروف بعض الناس قطعته، ولد الحرام ما خلوا الولد الحلال شيء، يعني حتى الناس بقت حتى اللي يريد يسوي خير ومعروف وسبيل بقى يخاف، بقى يخاف وما يسوي. يعني انت يعني واحد كل شيء يقول لك حرام البيت ما تقدر تنحمي منه، يعني كل شيء ولا شخص وياك عايش بالبيت، يعني اذا تشوفين نفسك تنامين هوايه بدون شعور اتاكدي من الموضوع، اذا شفتي نفسك دومك نحلانه ومالك خلق وعندك مشاكل زوجيه اتاكدي من الموضوع. يا اخويا يا زوجي يا تاج راسي يا محترم تتابعين الرجال فقط الذكور لا، لو سمحت اذا شفت روحك دائما مسطور دائما مالك خلق دائما تنام من وقت اتحقق من موضوعك وتحقق من التشربة قبل لا تنام ببيتك وتحقق من التاكلة. أنا آسفة أتكلم هذا الكلام بس حتى نحمي بيوتكم قدر الإمكان أنه تنهجم، حتى نحمي جهالكم قدر الإمكان أنه يأذوكم. أي بنية من الزوجة أي وحدة عندها مشاكل بالبيت أي وحدة عندها طلايب ويا مرت أخوها ويا أخوها ويا أمها ويا أبوها ويا عيالها ويا زوجها وأنت هم أخويا الله يخليك ويحفظك ويستر عليكم إن شاء الله، إذا شفت نفسك أنت أجتك فترة مالك خلق ودومك نايم ودومك نحلان اتأكد من الشغلات اللي تشربها ببيتك وتاكلها ببيتك، للأسف أقول ببيتك وللأسف أقول ببيتك بس هذا واقع حاله وما حد يقدر ينكره.